بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الآونة الأخيرة بدأت ظاهرة اجتماعية في الظهور على السطح بشكل مقلق، وهي تأزم العلاقات بين الإخوان والأخوان. وأي أزمة؟ وما أدراك ما هذه الأزمة أخي في الله؟ الأخوة ليست علاقات صداقة تنهيها حين يبذر بك الصديق ويخون، بل هي دم يجري في عروقك. لذلك حتى لو تجاهلت الأخوة أو تجاهلت وجود إخوتك في حياتك، فستصرخ كريات الدم في عروقك لتشعرك بالحنين إليهم. هذه هي الأخوة التي نناشدها، هذه هي الأخوة التي بناها الله سبحانه وتعالى في عروقنا وفي دمائنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المكافئ بالواصل، فإن زرتني زرتك، وإن أعطيتني أعطيتك، وإن أحسنت إلي أحسنت إليك. فمن يقيسون عطاء الأخوة بقانون الأخذ والعطاء لن يحصدوا سوى جفاف المشاعر وتصحر الأحاسيس وتباعد المسافات، تباعد المسافات. كيف ذلك؟ كيف ذلك يا أخي؟ من الضروري أن تضع هناك خطوطا حمراء لزوجتك ولزوجك كذلك ولأبنائك وبناتك حين يكبروا، ولا تسمح لهم بتجاوزها فيما يختص بإخوانك وأخواتك. أغلب المشكلات أو مشكلات القطيعة بين الأخوة تكمن في تدخل الزوجات أو الأزواج في حياتكم، والأبناء كذلك والبنات، وإيغار الصدور أو صدور الأخوة أو الإخوة عن بعضهم البعض. لذلك لا تسمح لهم أو لغيرهم أن يتدخلوا في تشكيل إطار علاقتك بإخوتك، ويدفع بك نحو طريق القطيعة وهذه محرمة أو البعد عنهم. وإذا ما سمح أو ما سمحت بذلك، فسترى بأم عينيك المشهد نفسه يتكرر بين أبنائك، والقطيعة تدب بينهم وأنت تتحسر عليهم بعد ذلك. فلا تسمح بذلك أبدا، فلا تسمح بذلك أبدا. روعة الأخوة في أن تشعر أختك وأخاك بقيمة هذه الأخوة في حياتك، باشتياقك له، بأن يعني أسأله عن همومه ومشكلاته، المشكلات التي تعنينا، وكذلك دموعه تنحدر من عينيه قبل عينيه إذا استشكل عنده مشكلة، وكذلك أن تكون عكازه قبل أن يطالب أو يطلب منك ذلك. هكذا احملني أحملك، هكذا الأخوة. الأخوة ليست أسماء مرصوصة في بطاقات رسمية، ولا أوراق مرسومة في شجرة أو شجرة العائلة، ولا أرقام هاتفية مسجلة في هاتفك، ليست هكذا أبدا، وهذا مفهوم خاطئ. على العاقل أن يعلم أن الأخوة هي هكذا، حملتكم الرحم نفسها، وأرضعتكم أم الهدي نفسها، وعشتم في البيت نفسه، وأكلتم من الصحن نفسه، وشربتم من الكأس نفسها، واحتفظتم بالذكريات الجميلة من الصغر إلى يومكم هذا. ولذلك لن تستطيع أن تمحو هذه الذكريات كلها، وحتى لو حاولت وحاولت وحاولت ستشعر في نهاية المطاف بتأنيب الضمير. فالدم لن يصبح ماء، الدم الذي يسري في العروق سيشعرك بالحنين لإخوة يقاسمونك كريات الدم نفسها التي خرجت من الأم والأب، فأنتم أخوة الدم والنسب. فإياك ثم إياك أن تفرط بإخوتك من أجل أي شيء من حطام هذه الدنيا، فكل شيء يمكن تعويضه. الزوج يأتي بداله غير أو زوجا آخر، والأبناء يأتي غيرهم من الأبناء، ولكن أخوتك الأخوة والأخوات إن ذهبوا فلن يأتي غيرهم أبدا. فأي دين أجمل من ديننا الإسلامي الذي اهتم بقوة بهذه الروابط بين الأخ والأخت والعم والعمة، بين المسلم والمسلم؟ فكيف بمن جمعهم رحم واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يدا بيد إلى الجنة.